احنا معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ودايما بنحاول نوريكم جوانب كتيره من المكان المتواجد فيه النادي الاهلي. احنا دلوقتي موجودين في المرسى، يمكن مكان بيبعد عن الاوتيل الخاص بفريق النادي الاهلي حوالي 20 دقيقه. المكان ده يعتبر مكان سياحي بيجي له ناس من مختلف المدن في تونس وايضا مختلف الدول بشكل عام. هو مكان يعتبر زي مصيف كده، متواجد طبعا في حته ساحليه اكيد في العاصمه تونس، وبالتالي هو اكيد يمكن مكان مميز جدا. خليني اقول لكم ان اغلب المتواجدين في هذه المدينه بيشجعوا فريق الترجي التونسي وايضا فريق الافريقي، لكن الاغلبيه شويه لفريق الترجي التونسي. واحنا بنبقى ماشيين في الشارع كده بيبقى في بعض الجماهير اللي هم دايما بيبقوا بيحاولوا بيشوفوا لوجو قناه الاهلي او حاجه بيحاولوا يقولوا لنا ان شاء الله هنكسب بتاع، لكن ده طبيعي ان شاء الله احنا اللي نكسب. لكن خلينا احنا متواصلين اهو معنا حد من جمهور الترجي. برحب بيك في البدايه على شاشه قناه الاهلي. والله ما فهمتك، سامحني. برحب بيك. شكرا. عايش على شاشه قناه الاهلي. مرحبا بيكم اخويا مصر، فهمتني، والاهلي والناس كل، مرحبا بيكم في تونس، فهمتني. احنا جمهور المكشخه، نسموها المكشخه، احنا الترجي عندها شهيره نتاعها المكشخه. ده لقب يعني. لقب، فهمتني، مكشخه ديما، فهمتني، سمايل ديما، معناتها مربوحه ان شاء الله، مربوحه لنا احنا بالطبيعه. موثق قوي انت، ويمكن النتيجه بمباراه الذهاب مساعدك شويه. النتيجه بتاعت مباراه الذهاب الاول في اسكندريه تعطينا النتيجه ذيك، تعطينا شحنه اقوى واثنين بلاش بقدره ربي، 2-0 للترجي الرياضي التونسي. 2-0 2-0 ان شاء الله. تمام. عايز اعرف، كلمني شويه عن المدينه هنا، الاجواء بالنسبه لكم، اوقات الماتش بتبقى ماشيه ازاي؟ ماتش كبير زي ماتش الاهلي والترجي اكيد ماتش كبير جدا، ماتش كل القاره بتتفرج. طبعا فهمتني، وقت الطرح الكوره فهمتني تبدا الشوارع فارغه، فهمتني كلها في الاستاد في الجرادان والا في القاوي في المقهى، تمشي مدينه باب سويقه اللي هي فهمتني الترجي الرياضي، معقل الترجي الرياضي، تلقى انيمي بكلها شيخه بكلها فهمتني متفرد بكلها تشجع الترجي، حتى الجمهور الافريقي شجع الترجي، الجمهور فهمتني التونسي كل شجع الترجي ان شاء الله. لكن عايز اخد انطباعك عن النادي الاهلي بشكل عام بغض النظر عن المباراه. النادي الاهلي بيمثل لكم ايه هنا في تونس، او بتشوفوا النادي الاهلي ازاي؟ عندك الاهلي والزمالك من يعملوا لافرتيج، نسميوها لافرتيج، نسميوها لافرتيج، خاطر الاهلي كان زمان، كان زمان. لا مش كان زمان ولا حاجه، ليه كان زمان؟ ليه احنا بنكسب كل سنه بناخد بطولات، احنا بس بقالنا يمكن 4 سنين ما خدناش دوري ابطال افريقيا، لكن احنا عندنا 8 بطولات دوري ابطال افريقيا. البطولات الافريقيه الاهلي غايب، غايب تمام، عنده مده غايب من بعد الريفولاسيون، الثوره فهمتني، طاحت شويه الكره التونسيه والمصريه بليتو، مش التونسيه كهوا ومش المصريه. اونتر تون فهمتني الترجي موجوده في كل الاحتفالات الكل، في كل فهمتني الالقاب الافريقيه، والترجي فهمتني بتاريخه في تونس فهمتني بارمي البريمي، ترجي ترجي مكشخه ديما ضربوها عالي، ضربوا ان شاء الله تفهمني، ضربوا واش معناتها عالي، عارف قصدك يعني، ضربوا العلم نتاعها ديما عالي، ديما في العلالي زي الاهلي يعني. لا طبعا طبعا، انتم عندكم الاهلي واحنا فهمتني عندنا تونس، عندنا الترجي، عندنا الافريقي، عندنا النجم الساحلي، عندنا جمعيات قويين زي دراهم فهمتني. ان شاء الله ان شاء الله تتعدى في روح رياضيه فهمتني، روح رياضيه، والعبره كل راهي فهمتني ماهيش فهمتني بالنتيجه، تقعد ديما رياضه وتقعد ديما فهمتني كوره فهمتني، ونزيدوا نقربوا بعضنا اكثر فهمتني ان شاء الله، والاهلي يكسب ان شاء الله. ان شاء الله ترجي طبعا، فهمتني انت بتحرجني هكا، تحرجني في تحرجني، اما ان شاء الله مربوح، ان شاء الله ليسونسييل تتعدى ترح به، يعطونا فرجه الكره، واللي باش يربح خليه يربح تو سامبلومون. مرحبا. زي ما انتم شفتوا يعني تحمس كبير جدا من جمهور الترجي، هم طبعا عندهم افضليه خصوصا بعد النتيجه في ملعب استاد الجيش برج العرب، تعادلوا 2-2، بالتالي عندهم فرصه اكبر نسبيا من النادي الاهلي ان هم يفوزوا، لكن احنا متعودين دايما النادي الاهلي ايا كانت النتيجه في مصر بتبقى ايه، النادي الاهلي دايما بيبقى عنده الحافز ان هو يرجع في المباريات بشكل دائم، الحافز ان هو يفرح كل جمهوره اكيد زي ما اتعود جمهور النادي الاهلي في كل مكان، البطولات هو السمه الاساسيه بالنسبه للنادي الاهلي على مدار تاريخه طبعا. لكن انا لسه بكمل لكم، احنا لسه متواجدين في المرسى، وهي احد الاماكن اللي موجوده
في العاصمه تونس، ويمكن احنا كده احنا الاوتيل الخاص باللعيبه متطرف شويه في تونس يعني بعيد عن الزحمه وبتاع، احنا حاولنا نروح عند الزحمه شويه نشوف الاجواء نشوف جمهور الترجي التونسي، لكن هو في حاله ترقب بشكل عام في الشارع التونسي لهذه المباراه بالتحديد، خصوصا ان احنا زي ما احنا عارفين اهلي وترجي مباراه قمه يعني زي مثلا في اوروبا كده ريال مدريد برشلونه ريال مدريد مانشستر، فرق كبيره اكيد في اوروبا بيبقى ليها ماتشات وفي جمهور بشكل عام بيتفرج عليها. في قاره افريقيا احنا عندنا مباراه الاهلي والترجي تعتبر قمه افريقيه كبيره جدا، بالتالي كله منتظرها سواء الجمهور التونسي او الجمهور المصري او الجمهور الافريقي بشكل عام في مختلف البلدان، لكن ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يقدر يواصل من مشواره الافريقي طبعا من خلال هذه المباراه. وزي ما احنا عارفين او زي ما احنا شايفين طبعا الاجواء في تونس كده زي ما انتم شايفين دلوقتي مع زميلي احمد يحيى في الكاميرا، طبعا اجواء جيده جدا. لو عايز اتكلم شويه عن المناخ، يمكن الصبح الدنيا درجه الحراره بتبقى حوالي من 23 ل 28 درجه مئويه، بالليل بيبقى درجه الحراره بتوصل ل 16 درجه و 19 درجه مئويه، بالتالي الجو بيبقى بارد شويه، اعتقد ان هو جو كوره. لكن ارجع لي كده يا احمد، معايا في هذه اللحظات احد الشباب التونسي واحد طبعا الجماهير اللي بتشجع فريق الترجي التونسي. اسمك ايه؟ امين. امين؟ اه انا اسمي امير. شاف. طب برحب بيك في البدايه، انت بتشجع الترجي؟ اي. الترجي بيمثل لك ايه في الاول؟ الترجي هي الدوله، هي كل شيء، هي حياتي، هي العاصمه، هي بلادي، هي. انت بتحب الترجي قوي كده؟ بس احنا بنحب الاهلي. اي قول لي بقى، شايف الماتش ازاي، ماتش العوده بين الاهلي والترجي؟ انت اتفرجت على المباراه الاولى اكيد. اي بالطبيعه، والماتش الترجي ان شاء الله باش تطلع باتي ريش تطلع سخونه على الاخر وباتي باهيه، وان شاء الله ربح لينا وان شاء الله نعملوا حاجه باهيه، حتى الاهلي ان شاء الله تكبر بالكدا وان شاء الله باتي باهيه ونظيفه وكا، واللي يلعب بالكدا ان شاء الله يربح. انت التفاؤل اللي عندك ده جاي منين؟ يعني انت شايف ان مستوى الترجي عالي شويه الفتره دي، ولا النتيجه بتاعت المباراه الاولى هي اللي مدياك التفاؤل الكبير ده؟ ليه بالعكس، باتي الاولانية ما لعبتش ترجي كما معناتها نتصور، وباتي معناتها الترجي النيفو نتاعها باهي وكل شيء، بريود هذي تلعب بالكدا ونتصور ان شاء الله تعمل ما خير، وان شاء الله الباتي هذي توري ما عندها خير من الباتي اللي فات. النتيجه توقعت ليها كام؟ ان شاء الله 2-1 ولا 2 بليس ان شاء الله. الاهلي ان شاء الله. الترجي. شكرا. لسه متواصلين معاكم طبعا زي ما احنا شايفين الاجواء هنا، وتحمس شديد جدا من الشارع التونسي للانتظار لهذه المباراه الهامه جدا ما بين الاهلي والترجي. عندهم حاله تفاؤل كبيره اكيد، لكن ان شاء الله النادي الاهلي قوي، النادي الاهلي لعبته رجاله جدا، هيقدروا النهارده ان شاء الله او بكره طبعا ان شاء الله ان هم يقدروا يحققوا الفوز. لسه متواصلين معاكم وبنحاول دايما بناخد لكم انطباعات الشارع التونسي وتوقعهم للمباراه. برحب بك. عسلامه. الحمد لله. المباراة شايفاها ازاي، مباراة الاهلي والترجي؟ مباراة حلوة، يعني نحن استانسنا ديما، نحن نحب مصر والاهلي برشا برشا، ومش أول مباراة يعني تصير والكل يعني مستانسين وإن شاء الله الترجي تربح. خاطر نحبها وكاو، إن شاء الله التوفيق للزوز كاو. مش قلقانين شوية من السيناريو اللي حصل في 2012 لما الاهلي كان متعادل في مصر مع الترجي وقدر إن هو يفوز في ماتش العودة 2-1؟ لا، عندنا ثقة نحن في الترجي. اشمعنى المرة دي عندكم الثقة يعني؟ نحن ديما عندنا ثقة في الترجي. دايما. بس ساعات الثقة ما بتجيش زي ما انتم عايزين، الأهلي بيكسب برضه. باقي عندنا ثقة فيه. برضه؟ نحن ثقتنا كبيرة، نحن ما ديما يعني ما تخيبنيش، يعني مش خاطر مرة ولا اثنين، ديما تقعد في الفوق ترجي. دونك ما تيحش. النتيجة كام؟ النتيجة كام؟ توقعك يعني، توقعك للنتيجة 2-1. 2-1 الاهلي. لا. طب لسه مكملين. ليه مكسوفه؟ ليه انت مكسوفه؟ لا عادي. شايفه الماتش ازاي، توقعاتك ليه؟ ان شاء الله مربوحه للترجي. مين اللعيبه اللي في الترجي اللي انت شايفه ان هم هيرجحوا فرق كفه فريق الترجي في الماتش ده؟ غالين الشعلالي. ايوه. هو الترجي طبعا بيضم لعيبه مميزه، لكن احنا ايضا كنادي اهلي عندنا لعيبه مميزين جدا، وان شاء الله يقدروا يحاولوا الفوز عليكم بكره. لا ان شاء الله نحن نربحوا. تعرفي مين لعيبه الاهلي؟
ما اعرفش. طب من اللعيبه اللي قبل كده مثلا ابو تريكا؟ لازم تعرفوا ابو تريكا، ما ينفعش ما تعرفوش. الراجل بصراحه في ماتش الصفاقسي جاب احباط للبلد. صح. توقعاتك النتيجه؟ ان شاء الله 2-1 على خاطر مواز بن شرفية مش بشلع. اي يبقى الملعب. اي احتمال في بالي هكا. شكرا. عايشك، ميرسي يا ابو عايشك. طبعا زي ما انتم شايفين الاجواء التفاؤليه بالنسبه لهم وهي تفاؤليه بالنسبه لنا برضو. ان شاء الله هنقدر ان احنا نفوز على فريق الترجي، ان شاء الله نرجع بانتصار مهم جدا ونرجع بتذكره التاهل لدور قبل النهائي طبعا من بطوله دوري ابطال افريقيا. اجواء يمكن جيده جدا هنا في مدينه المرسى وبالتحديد في العاصمه تونس، وقبل ساعات قليله خلاص من انطلاق مباراه الاياب ما بين الاهلي والترجي التونسي. اكيد هنفضل متواصلين معاكم، لكن في النهايه دايما لازم نختم ونقول كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وانه يقدر ان شاء الله يحقق نتيجه ايجابيه من خلالها يقدر يصعد لدور قبل النهائي من دوري ابطال افريقيا.